بسم الله الرحمن الرحيم. من جنوب شرق آسيا، مملكة تايلاند، مدينة باتايا، في فندق آيا هوتيل. صور لكم غرفة من نوع استوديو، غرفة من نوع استوديو النوع الثالث في الفندق. يوجد لديهم 4 أنواع فقط: ديلوكس واستوديو وغرفة وان بدروم. هذا غرفة استوديو، هنا البلكونة، هنا دورة المياه، تصوير شركة المحيط للسياحة من جنوب شرق آسيا. طبعا الغرفة واسعة وكبيرة جدا. الشطاف هنا ايضا موجود. مع تحيات شركة المحيط للسياحة في جنوب شرق آسيا.